انا مشيت وراه امبارح واتسحبت عشان اسمع المكالمه اللي كان بيعملها عشان اعرف اتصرف ازاي، بس مش عارفه. بس يا حبيبتي بصي، احنا ما قدمناش غير حل واحد، نبلغ البوليس. لا ما تقوليش كده، ما تقوليش، ما ينفعش ابلغ البوليس عشان ممكن يبقى علي، ممكن يبقى في خطر. حبيبتي يا حبيبتي، طب هتعملي ايه دلوقتي يا انجي يا حبيبتي؟ مش عارفه، بس ما فيش غير ان انا انقذ علي بنفسي. حلو ده يا انجي. بصي بقى يا انجي، انت تلبسي بدله جلد سودا وماسك اسود وتشيلي رشاش وتروحي نطه من فوق سور الجنينه، هتجري على البدروم هتلاقي العصابه قاعدين مع بعض وعاملين يسكروا، ايه تروح داخله عليهم طخ طيخ طخ، تخلصي عليهم تنقذي علي على طول. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ تنط من سور الجنينه ازاي؟ رجليها هتتكسر يا حمار يا عبيط. بصي احنا خلينا في الخندق، بصي احنا هنفتح البلاعه وتعدي من البلاعه في المجاري كده، تفضلي تمشي في انبوبه المجاري، تمشي لحد ما تطلعي فوق تلاقي مروحه كبيره تعمل، انا مش عارفه هي لازمتها ايه بس دايما بتبقى موجوده، تعمل احنا نوقفها لك وتعدي بقى من المروحه، بس خلي بالك هيظهر لك الليزر، هتعدي من الليزر. بس انا معايا جوز مهابيش. في ايه سلطه الافلام العربي على الاجنبي اللي انتوا عاملينها دي؟ وانط من فوق الجنينه وانتي من الخندق، في ايه؟ موضوع اسهل من كده بكتير.